الرابع اللي يحتضنه ملعب المدينة الرياضية 7 نوفمبر بيراتسو للمرة الأولى حكم ألماني يدير لقاء في البطولة التونسية، مباراة خطا إثر ترجي خطوة هامة وعملاقة نجم نقولوا نحو بطولة هذا الموسم. التحقيق لأحمد صالحي، عماد زهمو، حسام زغدان، التعليق لتوفيق العبيدي من بن مصطفى، تصوير لأنيس الماجري، سعيد الأسرم، معز دغبوجي، تركيب نجيب الورغي، التصوير على مستوى الملعب كان للحفلة الرقمية رقم 2، والإخراج لعبد الجبار البحوري. طبعا لقاء تشاهدوه في شكل ملخص مطول. زوج فرق ولا اي فريق يلعب يلعب المقابله نظيفه، يلعب لعبه نظيف، وبعد اللي يستحق اللي يلعب خير واللي يستحق المقابله معناتها خير يربح، مبروك عليه كلك سؤال الترجي الرياضي ولا للنجم. نجم نقولوا زاد دور نهائي معناتها في البطوله، معناتها اللي مشي تعثر في المقابله هذه ما ينجمش يصلح في المقابله الجايه خاطر زاد مقابله واحده. في هذه اللحظة بالذات إذن تعطى إشارة انطلاق هذه المباراة وطارق ثابت له الكرة. سامي شبشوب مازال محافظ على كورته في اتجاه قيس الغضبان، قيس الغضبان وتقطع وتمشي لمراد المالكي، مراد المالكي وما يتحكمش الكرة، سامي العروسي ترجع للدفاع نجم الرياضي الساحلي، محمد المكشر مخطئ، تمشي سامي العروسي، سامي العروسي، اسكندر السويع على اليمين يوزع اسكندر السويع وياخذها حبيب الجواشي، وكانت هفوة من الحارس لحبيب الجواشي كانت تكلف فريقه غاليا في هذه اللحظة في الدقيقة الخامسة. معين الشعباني، معين الشعباني كرة في الوسط في اتجاه سامي العروسي، معاه سامي شبشوب، الكرة ما زالت في حوزة الترجي الرياضي التونسي، اسكندر السويح، اسكندر السويح، كونديا تراوري ما فماش تسلل، كونديا تراوري داخل منطقة الجزاء، وسامي العروسي ما تحكمش في هذه الكره، كانت فرصه بارزه منذ بدايه المباراه لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد تمهيد من كونديا تراوري، لكن هذا الاخير ما تحكمش في كورته وضيع عليه وتمشي لحارس النجم الرياضي الساحلي حبيب الجواشي. قيس الغلبان ينفذ المخالفه وتسديده راسيه، تسديده راسيه كانت من لطفي سلامي امامكم فوق مرمى الحارس شكل الواعر، ربما تفيق الفرصه البارزه لصالح النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراه. ويلا تهرب الكره على المناري، ثم كايتا ومعه المالكي، كايتا يقص الكره، كايتا دويلا باتجاه وانسي،
ثم الجزيري مع الجزيري يحاول باش يوزع وتصطدم الكره في قلب بدرة. نفذ من قيس الغضبان وفي القائم الثاني شكري لعلي بعد هذه الكره. والمناري في هجوم معكس الى كانديا تراوري وهجوم عكس في الترجي التونسي. ثم خالد بدر ينضم الى الهجوم طويله وتغيير كلي. سويح 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 ثم بدر يطلب الكره سويح وسويح يفضل ارجاع الكره الى القلب الى المالكي. بشراك مش طرح ثابت طرح ثابت طويله في اتجاه كونديا تراوري لكن مازن محمد قبل بالراس تمشي الكره في زيكلايتو يسدد بكل قوه جانبيه. كانت كرة مرتدة من دفاع النجم الغسالي وجوزي كلايتر أمامكم يسدد بكل قوة وكرة جانبية ضربة مرمى لصالح النجم الغسالي. أول تسديدة من مسافة بعيدة نسبيا هذه المباراة. المناري غير كليا تجاه معين الشعبان الشعباني معين الشعباني مع جوزي كلايتر معين الشعباني ومجدي بن محمد يتدخل ويخرج الكرة في التماس. معين الشعباني بسهولة تنفيذ هذا التماس طويلة ترجع من حكيم البرق. ثم جوزي كلايتون يوزع والهدف الأول الهدف الأول كانديا تراوري. كانديا تراوري يخرج كالسهم أمام الحارس بكيفية سريعة جدا ويغلط الحارس. إذا تتغير النتيجة في الدقيقة 39 قريب 39 وبعض الثواني إذا الدقيقة 40 قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول تتغير النتيجة وتصبح هدف لصفر. ثم بهتة من جانب دفاع فريق النجم الرياضي الساحلي ويخرج إذا كسام الكانديا تراوري حركي انتهازي يتقدم جوزي كلايتون يمر الكرة لابراهيم اكوني. ابراهيم اكوني في اتجاه عبد القادر كايتا سريع عبد القادر كايتا من الجهة اليمنى يوزع في اتجاه جد الجزيري وفرصة تضيع على النجم الرياضي الساحلي. حب يمرر زيد الجزيري لكن كورته كانت مخطئه. اقل من 3 دقائق مازالت تحصلنا على نهايه هذا الشوط الاول والترجي التونسي متقدم بنتيجه هدف مقابل صفر. الهدف كان بانضال لاعب تراوري في الدقيقه 39 العروسي ومراد المالكي وتصطدم بالعارضه والهدف الثاني والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي عن طريق مراد المالكي. كانت كره قويه باهتة الحارس الحبيب الجواشي والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 42. بطبيعه الحال ثم اخطاء دفاعيه وبلاش اخطاء ما ثماش اهداف. ترجع الكره لصالح النجم الرياضي الساحلي زيد الجزيري داخل منطقه الجزاء وتذليل الفارق لصالح النجم الرياضي الساحلي. تذليل الفارق عن طريق زياد الجزيري في الدقيقة 43. إذا 2-1 لصالح الترجي الرياضي التونسي وثلاثة أهداف تسجلوا في ظرف 6 دقائق. دقيقة 39 تراوري 42 المالكي ضعف النتيجة وفي الدقيقة 44 زياد الجزيري يذلل الفارق. ترجع الكره الى ابراهيم اكوني يسبقها برشا ابراهيم اكوني. ترجع من جديد شبشور حكيم البرق وفي هذه اللحظه بالذات يعلن الحكم الالماني ادغار شتاينبور عن نهايه الشوط الاول بنتيجه هدفين لهدف. خاسرين 2-1 الحمد لله اللي رجعنا فيسا بعد البونت الثاني ولا كان يكون ضربه قاضيه. رجعنا 2-1 ان شاء الله نحاولوا باش نرجعوا على التعادل ومازال 45 دقيقه كامله حضورنا مازال كامله في البطوله. مخبه صعيبه قلنا في هدف معناتها في وقت خايب ان شاء الله نزيد نعاود نسجل هدف ثاني. وفي هذه اللحظه بالذات اذا تعطى اشاره انطلاق الشوط الثاني. حكيم البرقي حاول شجع من الجزيري طويله من قيس الغضبان في اتجاه وانسي لكن قبل ذلك ترجع من جعايدي. وفريق النجم الرياضي الساحلي يحاول كما قلنا في هذا الشوط الثاني تذليل الفارق. مجدي بن محمد طويله والكرة نتاعو ترجع وفريق الترجي التونسي كالعادة في العكس الهجومات السريعة. محمد المكشر يسبق مباشرة إلى حارس مرمى حبيب الجواشي. ترجع الكرة إلى مراد المالكي
مراد المالكي، مراد المالكي يحاول باش يوزع وتصدم الكره لسامي شبشوب وتجيب ركنيه. نفذ من السوايح وباهي ياسر من بدر بالراس وتمر فوق المرمى، مع العلم انه خلال الشوط الاول اتيحت مثلا فرص كبيره جدا. وكانديا تراوري هنا في هجوم وعكس خطير، كانديا تراوري يسبق وتدخل من سامي شفشوب الى القلب. من بدر يهينه وسويح وتصدم في جدار الدفاع. سويح من الميل يحاول باش يجمد اللعب فريق الترجي الرياضي التونسي. تمرير اتجاه سامي العروسي قصيره اتجاه كانديا تراوري، ما زالت الكره بحاول تجاوب وتمر جانبيه. قوية برشا من كانديا تراوري، عنده المباغتة من مسافات بعيدة. تغيير نسق، رجع من جديد إلى السلامي ويتحسن الهجوم لفائدة فريق بالنسبة للرياضي الساحلي عن طريق سامي شفشوب. سامي شفشوب يتقدم بالكرة، يتقدم عند يسار زيد الجزيري، زيد الجزيري عمل مراوغة ودخل داخل مناطق الجزاء وضرب الجزاء. الحكم الألماني بيدي رادي الجعايدي، تدخل رادي الجعايدي من خلف. ضرب الجزاء لصالح النجم الساحلي بعد تواغل من الجهه اليسرى من زيد الجزيري، يراوغ مدافع ويعترض سبيله وراضي الجعايدي، والحكم الالماني كان قريب من العمليه دون تردد يعلن ضرب الجزاء لصالح النجم راضي الساحلي. ينتظر في اشاره الحكم، اذا يعطيه الاشاره الحكم يقدم وصيه ويسجل هدف التعادل لصالح النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 63. والحكم باش يعطي ظني ورقة صفراء لخالد بدر. خالد بدر نشوف كيفاش العملية، كان يتبع في العملية إذا ورقة صفراء لخالد بدر. حاب يتبع ونسيد ما مش يرجع الكرة بسرعة. رجع مرة أخرى الجزيري. انه في الشوط الاول كما لاحظت كان الترجي التونسي هو الاكثر، عنده فرص ترجع الهجوم المعاكس عن طريق كانديا تراوري. كانديا تراوري، كانديا تراوري غير الى عمر الثاني اتجاه جوزي كلايتون. جوزي كلايتون حاول باش يصوب ارضيه والحارس موجود في المكان المناسب، فرصه طيبه من جوزي كلايتون. حكيم البردي في اتجاه مهدي نسيره، مهدي نسيره في اتجاه زيد الجزيري داخل منطقه الجزاء، زيد الجزيري وضربه مرمى. والى حد الان هدفين لهدفين، شفتوا بالنسبه للقاءات على مستوى اللقاءين تم 6 اهداف كامله. كايتا، كايتا يضرب على معين شعباني، كايتا مثل محافظه كورتو وتقصل وتعكس الهجوم عن طريق جوهر المناري، جوهر المناري، جوهر المناري طويله. ثم كانديا تراوري، كانديا تراوري مع ماجد بن محمد يهرب كانديا تراوري، مازال الكره بحوزه كانديا تراوري يحاول باش يوزع خلفيه لصاني، صاني فرصه للترجي التونسي. ثم توفيق الهمامي، توفيق الهمامي، توفيق الهمامي في القائم الاول وفرصه صاني وجه لوجه والهدف الثاني. صاني وجه لوجه وغلطه مره اخرى من الدفاع ويكون الهدف الثالث في الوقت البديل. عمر صاني يهدي هدف ثمين وثمين جدا لفائده الترجي الرياضي التونسي. اذا كانت تنتهي المباراه هكذا يجب يكون هدف البطوله. مازال وقت على كل حال، هاي الاعاده. ترجع الكرة طويلة وفرصة توفيق الهمامي، الكرة نتاعو تصطدم. توفيق الهمامي اللاعب اللي دخل منذ قليل كاد باش يسجل على اثر هذه الكرة الثابتة لكايتا، والمساعد الحكم يؤمر بوصلة اللعب. وكانديا تراوري في عكس الهجوم، كانديا تراوري. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم الألماني عن نهاية هذه المباراة. Ce qu'on a réalisé là, c'est extraordinaire. Avec 7 points de retard au deuxième tour, on est champion à 2 journées de la fin. Enfin, champion, on n'est pas encore champion pour gagner les matchs, mais on a un point d'avance sur l'étoile avec un match en moins. Donc, on peut même se permettre de perdre un match. Donc, on est champion. On était assez contracté. On a eu du mal à rentrer dans le match. Logiquement on perd 2-0, on a les ressources mentales pour revenir à 2-2, mais
Où je suis déçu, c'est qu'au niveau du jeu, on n'a pas fait assez de jeux par rapport à une équipe comme ça. Je pense que chaque fois qu'on a posé le jeu, on les a mis en danger, on a réussi à marquer deux buts. Et après le deuxième but, on a recommencé à jouer long, alors que si on continue à jouer au football, on peut leur poser des problèmes. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas assez joué au football, c'est tout. On aurait dû poser plus que ça le jeu et on l'a pas fait. Mais en face, bon, c'est une équipe expérimentée et bon, sur la vue du match, le résultat est favorable pour eux. Then